بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استلمت آمرية اتصالات الفرقة المدرعة التاسعة عددا من أجهزة اتصالات الهارس أمريكية الصنع المحمولة داخل الناقلات والدبابات وعجلات الهامبي التي تعد من الاتصالات الميدانية المتطورة حديثا. ومن حزمة الـ VHF تؤمن الاتصال لكافة وحدات الفرقة لمواجهة الحالات الطارئة في مواقع العمليات. اليوم افتتحنا مشروع نصب أجهزة الهارس على الدبابات وعجلات القتال المدرعة BMP-1 والعجلة هامر. هذا المشروع مشروع كبير، سوف تقوم هذه الشركة بنصب هذه الأجهزة على الدبابات لغرض استخدامها. هذه الأجهزة أجهزة متطورة حديثة بها تقنيات حديثة، راح تستخدم إن شاء الله عن قريب في قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة. التنسيق المشترك من قبل مديرية الصلاة العسكرية ومديرية الدروع وبإشراف قيادة الفرقة التاسعة قدرنا نحصل على أجهزة متطورة حديثة تتنصب على كافة الناقلات والدبابات. هذا راح يعطي قفزة للاتصالات العسكرية ويكون في مستقبل مشرق للقوات الفرقة التاسعة. أجهزة اتصالات الهارس مشفرة يمكن ربطها بالأقمار الصناعية وبالكيبل الضوئي والGPS، وتتحمل كافة ظروف المعركة مناخيا وتؤمن الاتصال بين قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة بمديات بعيدة. اليوم تم افتتاح مشروع شركة هارس لغرض نصبها على الأجهزة الحديثة المطورة للدبابات والناقلات والهامرات للفرقة المدرعة التاسعة. وهذا الجهاز ذات مواصفات عالية الدقة ويؤمن لمسافات بعيدة ويستخدم مع منظومة الفيسات. منظومة اتصالات الهارس ذات التقنيات الحديثة ستكون لها إضافة كبيرة في تطوير عمل اتصالات الفرقة المدرعة التاسعة من خلال السيطرة والقيادة لكافة وحداتها ميدانيا دون اختراقها. لإعلام وزارة الدفاع، محمد الشويلي.